بنات والله هي شفافيه والله الناس كتجي زوينه وكتجي هشيشه بزاف 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 هانتوما المهم البنات انكم غادي تصايبوا شفافيه في الطاج ديالكم صحيه 100%. بالنسبه للعسل انا البنات ما درتش العسل اللي هو ديال السكر في الحقيقه درت العسل اللي هو شويه ديال النحل ديال النحل يعني شويه المهم تمتعوا شويه صحي شويه شي حاجه السكر. اما اللي حاب انه ياخذ العسل ديال السكر غنحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. هانتوما البنات الغزالات ديالي اول حاجه غادي هنا غادي نبداو نديرو دابا المكونات. انا غادي نبدا لكم بالمكونات. هنا عندي البنات كيلو تاع الدقيق. غادي نبدا لكم بالحاجه اللي هي ناشفه من بعد السوائل. عندي هنا كيلو تاع الدقيق، ممكن انكم تنقصوا ولا تزيدوا على حسب نتوما واشنو كتبغيو. عندي هنا كيلو كاس تاع اللوز، نفس المقدار البنات ديال الزنجلان. مازال غادي نعبر الكاس. نفس المقدار تاع الزنجلان مطحون حتى هو يكون الطحن اللي هو ناعم. عندي ملعقه تاع القرفه. عندي هنا البنات زعفران شعره، الا كان متوفر عندكم كيعطي واحد البنه زوينه بزاف. وعندي ملعقه اللي هي صغيره ديال الخميره الحلويات. غادي ناخذ جوج ملاعق لان هنا راني مخلطاهم نافع مع حبه حلاوه. غادي ندير تقريبا واحد جوج معالق اللي هما كبارين. عندي ملعقه صغيره من الخميره المعجونه. عندي اصفر بيضه. وعندي هنا المسكه الحره طحنتها مع القليل تاع السكر. هادو بالنسبه للمكونات اللي هما ناشفين. ندوزو دابا للسوائل. عندي هنا كاس تاع المزهر مع الزعفران، وعندي كاس زيت العود مع الزيت الروميه يعني نصف نصف، وكاس الزبده مذوبه تماما ومحيدين منها الماء والكشكوشه اللي كتكون من الفوق. هادو هما المكونات والقليل من الملح البنات، شويه الملحه ونبداو على بركه الله. هنا عندي واحد القصعه غادي ندير فيها هذا الشيء تاع النواشف. عندي هنا كاس تاع اللوز، تقريبا هنا عندي جوج معالق ما بين حبه حلاوه والنافع، ملعقه كبيره من القرفه، القليل من الخميره، خميره ملعقه صغيره، المسكه الحره مع السكر باش نطحنوها فقط لا غير. غادي ندير عندي كاس تاع الزنجلان اللي حتى هو مطحون طحن لا ناعم وغربلته. البنات عندي هنا بعد ما غنخلطو تسنى بلاتو ندير غادي ندير واحد ملعقه صغيره ديال الخميره الحلويات. ملعقه صغيره والزعفران شعره. غنخلطوا هذا الشيء اللي هو ناشف مع بعضياتهم. الا قدرتوا انكم حابين خفتوا ما يكونش عندكم هذاك الشيء طاحنينو مزيان، ممكن انكم تعاودوا تغربلوه. بالنسبه لي انا متاكده انني طحنت داك الشيء مزيان وغربلته. دابا غادي نضيف اصفر بيضه، ما كنبغيش ندير الابيض لانه كيدير الكشكوشه. غادي نضيف كاس زيت الزيتون مع زيت الروميه وكاس تاع الزبده. غادي نخلطوا هذا الشيء مع بعضياتهم. في الاخر غادي نبدا نضيف البنات في الماء الزهر مع الكركم الخرقوم. اختياري انكم تضيفوا الخرقوم، ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوش. غادي نبدا نضيف فيه غير بالمهل وانا كنخلط غير بالشويه. غادي نضيف نصف كاس تاع المزهر ثاني
وانا كنخلط حتى نشوف انني تحصلت على واحد العجينه ماشي طريه البنات وماشي قاصحه. البنات انا تقريبا خديت جوج كيسان تاع ماء الزهر. المهم العجينه ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، ما خصهاش تكون رطبه، دلكوها مزيان البنات. وانا كنشوي مازال غنزيد شويه تاع الزهر، يعني كنحس بها قاصحه شويه في الكلى. رقوها مزيان. المهم دابا البنات الا كانت عندكم الكناكشينه ديال السباكيتي ممكن ديروها، الا عندكم غير الدلاك ديروها بالدلاك، وحاولوا انكم ترقوها بزاف باش كتجيكم الشباكيه تكون زوينه. البنات المهم هذا توانا مستطيل بالنسبه للتشباك. هذا الطريقه البنات بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش التشباك بحالي. انا معليش كذب عليكم، انا التشباك بيني وبينه غير خير والاحسان. المهم الطريقه انا شفتها البنات في اليوتيوب وجربتها، جاتني طريقه زوينه وزعما ساهله بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يشبكوا الشباكيه. وانا عارفه بانهم راه هما بزاف بهم. غادي نديرو خمسه صافي. غادي نديرو هنا شويه الدقيق باش ما كيجيناش، وغادي نبدا نديرو وحده فوق وحده. كما شفتوا ساهله البنات، حاولوا لا خفتوا يبقى يجبد لكم طويهم على جوج ومن بعد حطوا. حتى تكملوا خمسه ولا الحجم اللي نتوما تبغيو. بالنسبه لي انا غادي ندير خمسه كافيه، ما كنبغيهاش تكون كبيره بزاف. حاولوا انكم تقادوها. دابا هنا البنات غنحيدوا هاد الجوانب من هنا ومن هنا وصافي. كيبقى لكم نتوما الاختيار الحجم اللي تبغيو. بالنسبه لي انا هذه غادي تجيني على 4. صافي غادي ديروها هك على هذا الشكل صافي، وبدا تحلو فيها ساهله البنات، ساهله ساهله يعني، وكتجي كما الشباكيه. مهم ندوقوا حنا الشباكيه في رمضان، ماشي حنا ما عندناش ما نصيبوهاش ما كنعرفوش نشبكو. صافي لا كما بغات تجي تجي. وهانتوما نعاود معكم وحده اخرى كما قلت لكم الكبار نتوما اللي تحكموا فيه، وحاولوا هانتوما بالموس ولا لا درتو الدقيق راه ما غاديش كاع دال لكم. هانتوما شتي حاولوا الجناب ديروهم مزيان، ولا جاكم شويه غلاظ من الجناب حاولوا انكم تحيدوا هذا الزائد وصافي. ها هي نديرهم على هذا الشكل. انتم البنات باش تعرفوا راه هو راجل وما غير كيديرها. ها انتما راه ساهله. ها انتما هي حسب واش هاد حنا ضروري ما نضحكوا في الفيديوهات. لا ما يمكنش نديروا شي فيديو بلا ما هانتوما طلبوا بسم الله يفتح يرزق. هانتوما شتو كي كتجي بحال العين.
هانتوما ساهله البنات والله ساهله غير جربوها. بالنسبه كنت كنتكلم على المبتدئين اللي ما كيعرفوش يشبكوا الشباكيه، لانني انا من النوع ديالكم البنات، راه ما عنديش مع الشباك. وهانتوما راه كتجي مهم ناكلوا الشباكيه، المهم ناكلوا الشباكيه. شفت بزاف الطرق ولكن بهذه الطريقه البنات كتجي ساهله يعني، وفي نفس الوقت كتجي انيقه يعني، ما كاينش شي كتجي مجرتله ولا كيجيو زوينه. صافي وجمعوا الجناب. صافي ماما بابا كيدير الكاطو. ايه بابا كيدير الكاطو. شتي هنا البنات صافي درت المقله تاع الزيت صافي غتسخن وغادي نبدا نقلي كما غادي تشوفوني. بالنسبه للناس اللي باغين طريقه العسل، العسل غنحطها لكم في صندوق الوصف، يعني العسل تاع الكوكوت في نصف ساعه البنات كتصيبوا العسل، يعني كيجي رائع وكيجي في الحلويات رائع، غادي تجربوه وغادي تشكروني عليه. في نصف ساعه في الكوكوت كيوجد العسل، غادي نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. بارك الله عليك. هانتوما البنات وكا حنا غناكلوها نقولوا في سبيل الله. هانتوما البنات كي كتجي شتي كتجي بحال الشباكيه تاع الزنقه يعني، المهم ماشي كتجي ما بيها، المهم كتجي ما بيهاش. ممكن نديروها في العسل. هانتوما صايبه البنات، ها هي الشباكيه. والله البنات كتجي زوينه وكتجي هشيشه بزاف بزاف بزاف. هانتوما المهم البنات انكم غادي تصايبوا شباكيه في الدار ديالكم صحيه 100%. بالنسبه للعسل انا البنات ما درتش العسل اللي هو ديال السكر، في الحقيقه درت واحد العسل اللي هو شويه ديال النحل، ديال النحل يعني شويه، المهم الثمن تاعو شويه المهم صحي شويه ماشي بحال ديال السكر. اما اللي حاب انه ياخذ العسل ديال السكر غنحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. هانتوما البنات ولا البنات غنجربها والله كتجي زوينه والله، وغنحل لكم واحد الوحده تشوفوها. هانتوما راه كتجي هشيشه بزاف. هانتوما طيب كتفرتت في اليدين، جربوها الطريقه ديال العجينه راه واعره واعره واعره. نتمنى ان هذه الوصفه هذه والطريقه تكون نالت الرضا ديالكم وتعجبكم، ويلا نموت عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.